أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فقرة ديوان المواهب ديوان الشباب. رحبوا معانا بولدنا علي الحداد المدير الإعلامي. مرحبا بك علي. الله يحييك يا حبيبي. علي، مختارين سيارات كشخة بورش، مجموعة بورش. شنو مجموعة بورش هذه؟ تكلمنا عليها. الله يسلمك. مجموعة بورش هي مجموعة شباب يحبون البراند اللي هو سيارة بورش. الفكرة جت مو توها. إذا بنتكلم، خلنا نرجع لك شوي بالتاريخ. عام 1948 شركة بورش تأسست. في عام 1952 بعدها بأربع سنين أول نادي بورش لهواة السيارة تأسس، كان بأمريكا. وإحنا نادي بورش الكويت تأسسنا في عام 2003 على يد المهندس زكريا دشتي. وطبعا كل الفضل تقدمنا هذا الأعضاء اللي وراء النادي، حبهم للبراند شيء يونس. خل جمعنا كإحنا شباب اللي هو البورش بالنسبة لنا، والحمد لله مستمرين للحين. الحمد لله. كم واحد أنت وعلي؟ إحنا بلشنا في السيزن اللي طاف وصلنا فوق 260 عضو. ما شاء الله. 260. فوق 260. وكل سنة قاعد نزيد في تقدم مستمر. الحمد لله الأعضاء يعني مو كلهم 100% أكتف أكيد. ولكن الغالبية أكتف. الشباب يعني أقل شيء ممكن تستفيد منه بالنادي معرفة الناس اللي فيه. وبالنهاية لأن عندكم وبالأصح عندنا مثل اهتمام اللي هو حب السيائر، فهذا الشيء يخلينا دائما مستانسين بالجاذرنج مالوتنا وكذي. ممتاز. شنو النشاطات اللي تسوونها العادة هذه؟ يعني يوميا شو تسوون؟ ايش لقاءاتكم العادة؟ وين تتجمعون؟ حلو. الفعاليات عندنا مختلفة. عندك فعاليات بسيطة، مثلا نسوق فقط، مثل إن شاء الله يوم السبت راح يكون عندنا بريد ذكرى 13 حق النادي، من يعني صارنا 13 سنة موجودين حاليا. الفعالية هذه بسيطة، نتمشى بالسيارة، نروح مطعم، نقعد نسولف، شغل وناسة. سيارات البورش يعني؟ اي نعم. سيارات كشخة يعني؟ بعدين نوصل هناك نصف يعني الطبق. يعني انتو كشخة يعني؟ مجموعة الكشخة تقدر تقول كشخة. وبنفس الوقت تلشت بواحد من المنتجين عنده بورش موديل كم مخرج؟ قول لي. يتفشخر؟ يذبحنا فيه. 2005 وماكينته بورش تاخذها وياك، ذبحنا فيها. شيء انتيك بالنهاية. اي يعني شيء حلو يعني. ليش اهتميتوا في السيارات البورش بالذات يعني؟ ايش في الفيت مثلا؟ السيارة هي بروحها يعني تثبت روحها. إذا بتتكلم عن التاريخ، هي أول سيارة تنزل مكينتها تكون وراء. كانت سيارة غالبيتها يا بالنص يا قدام، بس بورش هي أول سيارة نزلت مكينة خلفية. سيارة؟ إيه نعم. بعدها لهم ما صارت طيارة. زين. طبعاً هي الفكرة بالنهاية شلون تحس، هي فيها إحساس يعني. إحنا ما أدري لأن نحب السيارة. والله فلما عجيبين شبابنا اليوم، ويقول أركب السيارة أحس فيها ما أدري شو يعني. بالضبط. الوالد يقول لي نفس يعني نفس المنطق. تميدني يعني. بس إحنا كشباب. ها؟ شاكني ببوكني على الهواء. زين. الوالد الله يحفظه عنده نفس نظرياتكم ان السياره بالنهايه توديك سيارة كتير. يعني تركبها توديك. بس بالنسبه يعني لنا شيء وناسه اكثر من وناسه. هي لو يمكن مو بورش كان الحين احنا وايد من الشباب اللي هم بالنادي. انا صحيح. ما تعرفت عليهم يعني. زين. وياكم بنات ويهتمون بالسيارات هذه؟ اي نعم. وعندنا مديره العلاقات العامه نورة البشير. نعم. مسيح يعني. الخير. النادي هو نظامه عائلات، مو فقط متخصص حق شباب او بنات، ولكن بالنهايه في فعاليات غالبيه احيان الشباب اكثر يكونون مندفعين لها او يحبونها اكثر، مثل الاوتوكراس، السيائر، نظام السيائر. هذه شوي تلقى الشباب اكثر بمجتمعنا اقبال عليها. اما البنات طبعا في فعاليه ان شاء الله قادمه راح تكون حق البنات سبيشل. وين فعاليتكم راح تصير عليها؟ راح تسوون مهرجانكم؟ الفعاليه الجايه تقصد؟ ايه؟ الفعاليه الجايه ان شاء الله راح تكون مثل بريد، يبلش من شاطئ الشويخ وينتهي عند البدء في مجمع ضي. الكمبلكس هو كامل حق مطاعم وكذي. ممتاز. زين علي بنراويك صور. تفضل. زين. وانت عاد شوف بالشاشه اللي قدامك تشرح لنا وتقول لنا كل صورة إيش مزعج.
مخرج نبدأ بالصور. يلا هذه مجموعة سيارات بورش مع التفك. حلو مني إيه؟ على ما أعتقد كانت فعالية كونكورد إليجنس اللي هي فعالية أجمل بورشة. بهالفعالية المتسابقين الأعضاء اللي يشتركون يتنافسون بأصالة السيارة مالتهم، يعني السيارة كل ما كانت أجمل كل ما كانت ستوك فيها ستوك محافظ عليها ما فيها زوايد، يعني الأصالة مالتها منين قيم يصير فيها يصير التقييم الأفضل. أغلى سيارة في المجموعة مو موجودة في الصورة. لا يعني عندكم أغلى سيارة كم قيمتها تقريبا؟ تقريبا فوق 300,000 ما شاء الله كويتي. يعني هي مهتم فيها هذا أكيد. هذه أقوى أكيد سيارة يعني بالبور وأقوى سيارة بالعالم أعتقد ما شاء الله 918 اللي هي بعدها. شوف الصورة اللي بعدها هذه وين هذه؟ هذه كنا هذه فعالية آخر فعالية سويناها أو قبل الأخيرة اللي هي أوتو ذا كاروش. كان الفعالية إن افتتاحية الفعاليات إن تعالوا قسوا سياريكم وكذي وبنفس الوقت قاعدة يمعة سوالف. أنت عاد كل يوم تقسل سيارتك المفروض. لو قالك لو قالك أبوك تعال ادرس كتاب ولا درست تقدر تقول إيه أدري بسؤالكم أنا اللي بعدها. هذه نفس الفعالية اللي نفس توها الفعالية. بعدها هذا شنو هذا؟ سيارة بورشة. هم أعتقد هذه صورة لحي صورة السيارة أحد أعضائنا. ما أدري إيش حق حاطين يعني هذه إيه. هني كان ميتينج حق ال الأورجنايزنج تيم. إيه. كان تعليمين سيارة محمد الوزان مدير الإيفنتات وعلى اليسار نائب المدير عبد الله عيسى. كشخة. كول. هذه سيايير. هذه كانت مني تحدي الأوتو كروس. مني كنا حاطين صور منافسين شباب ينافسون بعضهم. فاللي فوق كان على ما أعتقد عابدين، اللي تحت على ما أعتقد سليمان. أنا ملاحظ ما شاء الله عليك يعني حافظ السيارة وحافظ راعيها يعني. إيه هذا ميزة النادي إنك أنت تعرف ناس، مو فقط إنك أوكي نعرف سيايير ونعرف ناس إن عندهم سيايير أو أدري إن هذه سيارة بورش. زين علي يا شركة بورش انضم وياكم يعني. أكيد حياك الله. خلاص باكر بروح أشتري سيارة يعني. متشرف. إيه اللي بعده وعطوني عضوية بعد وأنا رئيس المشروع. يلا. حياك متشرف فيه. هني نفس الموضوع مني كنا قاعد نقول يعني هالسيارة ضد هالسيارة من تتوقع نفوز، وكان نفس الفعالية اللي هي الأوتو كروس أو بالأصح التايم أتاك. بعدها هذه هني بنفس الفعالية نفس الفعالية إيه نعم تايم أتاك. هني كان الأوتو موتو على ما أعتقد كانت مجمع 360. كنا مجتمعين هناك وكان في معرض سيايير. حلو اساسا ايه تفضل. بالضبط يعني انه بالنهايه نفس الانترست سيايير وكذي، فسويناها يمعت بورشات هناك ودشينا كلنا شفنا المعرض يميع وبالنهايه صار فيه مثل عشاء وكذي جماعي. علي انا تجاوزت الوقت، انا شاكر لك على حضورك اليوم والكلمه الاخيره وياك يا علي. حياكم الله في نادي بورشة كلب راعين البورشات. بعد ما اشتري السيارة باكر انا حياك الله. حياك الله على طول. اقول لك جايب سيارتك على طول اعطيك رقم الخاص الحين. حياك من رئيس النادي المهندس زكريا دشتي. تقول له زكريا انا يا احدش مكانكم يعني. ايوه والله اكيد حياك. تحياتي. ما اعتقد شو اسمه ضرورة على السيارة ابو 300,000 بورش كوليكتر. ايه هو صاحبها. ايه نعم اخذنا معلومة ببلاش. تحية لأخوي زكريا وتحية لك يا أخوي علي وعسى الله يوفقكم وتجمع الشباب الجميل اللي أتمنى لكم هالهواية تنمونها فائدة لكم وفائدة النهاية وناسة حق الكل بالنهاية هو تجمع وتجمع حلو يعني. نعم. تجمع. شكرا لك يا علي حبيبي. حبيبي أشكرك. أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى برنامج وجه لوجه مع الدكتور محمد بخضور والمحامية منتهى المنصور وحديث عن الخدم والتحرش الجنسي والجسدي للأطفال. فاصل وارجع لكم. ما قصر